كومبارس في فيلم مصري. هكذا كان أول ظهور لرجل لا ينسى. كان أقصر المشاهد في فيلم مصر الطويل الذي كان بطله طيلة 3 عقود، رجل اسمه حسني مبارك. لواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية. مات مبارك وبقيت دولته، رحل تاركاً 100 مليون مواطن يعيشون في دولته العميقة. هي 3 مشاهد طويلة تعيش في الذاكرة. الحاكم وصل للحكم بصفته نائب الرئيس بعد اغتيال أنور السادات بغير انتخابات شعبية. تحيا جمهورية مصر العربية. هو من قاد القوات الجوية المصرية ضد إسرائيل في حرب أكتوبر، وهو من أكمل اتفاقية السلام معها. بنى دولته البوليسية. في عهده استقرت الدولة أمنياً، ورغم تفشي الفقر والجهل والفساد، فإن بعض المصريين طالما نظروا إليه بصفته الأب. كان سيناريو التوريث لابنه جمال في أواخر عهده حديث الجميع وقلقهم بمن فيهم جيشه. المخلوع أطاحت به ثورة شعبية بدعم من الجيش الذي جاء منه. سجن وحوكم وبقيت دولته العميقة تحكم في الخفاء. برئ مرة وأدين أخرى. شهد انقلاب رجل مخابراته الحربية طيلة 10 سنوات على محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر. خرج مبارك من سجونه ودخل مرسي إليها، وعادت دولته العميقة للحكم بشكل أعنف بقيادة عبد الفتاح السيسي لتسجن شباب ثورة يناير الذين ثاروا عليه. اختفت آمال الديمقراطية لدرجة أن بعض المصريين تشوقوا لعودته للحكم. مات مرسي في سجنه ولم يشيع رسمياً، وعاش مبارك في بيته كرئيس أسبق الراحل. تستطيع القول إنه الرجل الذي حير المصريين حياً وميتاً. 91 عاماً من فيلم العمر، 30 منها في دور الحاكم، و10 منها في دور المخلوع. يموت حسني مبارك في 25 فبراير 2020 لتعلن دولته الحداد الرسمي عليه، ويشيعه جيشه بمراسم تشريفية كاملة في جنازة عسكرية رسمية، وينقسم عليه شعبه، أو لنقل شعب مصر، بين من ينظر إليه كأب ومن نظر إليه كرجل له ما له وعليه ما عليه.